هو الاتصال كان الاتصال ببعض الاحزاب هما اعضاء في التنسيقيه وبعض الاحزاب اعضاء في هيئه التشاور مثلا القطب الديمقراطي. هما كانوا في خطوه اولى حابين يتصلوا بالاحزاب باش من بعد يجلبونا لهذه المبادره تاعهم سموها مبادره يقول لك نديروا اجتماع توافقي مع السلطه من جهه واحزاب المعارضه. دوك هما كيفاش يقدموا هذه المبادره؟ كي جاو تلاقاو مع الاحزاب احنا ما تلاقيناش معهم من الاحزاب اللي معنا في التنسيقيه ومع عطاونا كل التفاصيل. يقول لك احنا جينا بورقه بيضاء. يعني احنا حسبنا لفافاس جينا لكم وحبينا نسمعوا منكم واش حابين كيفاش نروحوا لهاد الندوه التوافقيه. ثانيا يقولوا هما حضروا هاد المبادره منذ 3 سنوات. وثالثا يقولوا هذه جات تطبيقا للتوصيات تاع المؤتمر تاع لافافاس. دونك المشكل اولا هما عندهم توصيات تاع المؤتمر ما تقدرش تجي تطبق عليا انت، راح تطبقها مع المناضلين تاعك، ما تقدرش تبرر العمل السياسي تاعك بتوصيات المؤتمر تاعك. احنا ماناش مخاطين في الافافاس يا سيدي. معليش قالك عندنا 3 سنين وحنا نفكروا فيها. دوك انت بعد 3 سنين تجيني بورقه بيضاء تقول لي عمرها لي، يعني راك لازم لك وقت بزاف على 3 سنين باش توصل لهذه النتيجه. ثالثا هما قال لك حنايا نتفقوا على تاريخ اللي نديروا فيه ندوه اولى. الندوه هذه قال لك كل حزب اللي يجيب بالخطاب تاعو ويقرا الخطاب على الاخرين بصح ما يتكلمش مع الاخرين، يعني كلوازونمون. قال جي واحد تاع لا سيدي يجي يقرا برك خطاب تاع لا سيدي ويسكت ويجي تاع لا فلان يقرا لا فلان ويراح. قال ومن بعد الافافاس يجمع هاد كامل الاقتراحات تاع الناس وهو يشوف يجيب منه يعني المواقف المشتركه. قال ما تفهمنا في هذه تفهمنا في هذه، وقال لك نعاودوا نديروا ندوه اخرى. الندوه الاخرى هذه باش قال لك هذاك الوقت نتفقوا على هاد المواقف اللي راح يعاود يجيبوا منها لفافاس، وبعدها نزيدوا ندوه ثالثه باش قال لك نلتزم كلنا مع بعض. يعني يحبوا يدخلونا في واحد المسار تاع 3 سنين ولا 4 سنين وحنا نهضروا في الفراغ ونخليو السلطه راه يدير واش تحب. زيد قال لك حنا كاين شروط، ما تقصي حتى واحد، وما تقدرش تطعن في شرعيه الرئيس، وما تقدرش تطلب بعض الاشياء. يحب يقول يدخلوا المعارضه في واحد القفص ويخلونا لداخل. هذه الخطه جات باتصال مع السلطه، لكن لافافاس ما يقدرش يقوم بعمليه هذه بلا ما وجهوه. هما علاش وجهوه؟ لان السلطه مقلقه من التنسيقيه، حابين يشوفوا كيفاش يكسروها، ماذا بهم يمحيوها ويمحيو هذه هيئه التشاور. فيقول لك كيفاش نديروا؟ نطمعوا المعارضه ونقولوا لهم روحوا نقصروا نتفاهموا واش نتقاسموا بيناتنا، نعطوكم حقائب وزاريه، نعطوكم بعض الامور، وما تزيدوش تهضروا لنا بزاف على هذه المعارضه. هذه هي العمليه، بصح حبوا يجيو للمعارضه بحزب اللي لابس ثياب المعارضه باش يقول لك ندير لهم خلط. كي يجيك انت معارض عنده تسميه معارض ويجي لك، هو من يروح ما يروحش للاحزاب كما تاسست في التنسيقيه ولا في القطب، يحاول يروح حزب بحزب باش هاوليك يفكك المعارضه. ومن بعد كي بعض الاحزاب اللي ما يمشيولوش يروح يشوف الاطارات داخل الاحزاب اللي راهي مضاده للقيادات تاعها، دونك راه يخلق لنا لما داخل الاحزاب. هذا الشيء اللي راه يدير فيه، دونك باين باللي راهم على وعي. واش هي النتيجه تاعها؟ علما المعارضه ترفض. هما يقول لك ربما البعض يمشي يطمعوا البعض، ولا البعض مشاو هم كسروا الانسجام تاع المعارضه.
ويقول لك على الاقل ولا ما مشاوش رانا دخلنا في الراي العام نوع من الخلط، لان الناس سمع يقول لك لا فاس وعرب وحب عنده واحد الحق يدير مبادره والاخرين عندهم مبادره وعلاش ما يمشوش معاه، ودونك اسكو المعارضه بيناتهم ما يتفاهموش، ويدخل لك يعني تناقض داخل المعارضه، وشكون اللي يربح؟ السلطه. دونك العمليه هذه اللي دارها في فائده السلطه، هذا هو المشكل الاساسي. دونك انت تقول انا جيت بالنيه وجيت نهضر مع احزاب المعارضه باش نروحوا كل مع بعض لندوه توافقيه، بصح راك شفت رد فعل سلبي. المعارضه قالت لك خطينا ما ندخلوش حنا في هذه الحكايه تاع كش ما نقسموا مع السلطه. دوك تا ولا راك بنيتك قال سمحوا لي انا جيت ناوي الخير ما حبيتوش الله يسهل عليكم. هو لا لا راهي مازال سيدي واصل ينتقد في المعارضه دوك الصباح، هو يضرب في التنسيقيه ويضرب في القطب ويروح يشوف اطارات الاحزاب يحاول يجبدهم، ومن بعد يروح كما قلت انت الجمعيات اللي ما نسمعوش بها يروح يتلاقى بها، والاشهار والتلفازه والوطنيه كلش يفدو فيه. دونك هذا هو واش كاين داخل، حبوا يفتوا من جديد المعارضه، هذا هو المشكل. تفضل.